كافانكاتر تقول لكم الحدث بالصوت والصورة. أين في هذه اللحظة هذه الاجتماع مع ممثلي وزارة الصحة؟ حضره وفد عن المنظمة الديمقراطية للصحة. هذا الاجتماع كان جدول الأعمال دياله هو تقديم العرض الثاني ديال وزارة الاقتصاد والمالية فيما يخص الزيادات في الأجر الثابت ديال مهني الصحة. هذا الاقتراح تضمن 1500 درهم صافية للممرضين وتقني الصحة و1200 درهم لجميع الفئات الإدارية، بالإضافة إلى مجموعة من المطالب الأخرى التي استجابت لها وزارة المالية، من ضمنها إحداث الأنظمة الأساسية لكافة المهنيين في آخر يوليوز، وكذلك تحسين شروط الترقي. واللي مهم في هذه المطالب الأخرى هو زيادة واحد درجة جديدة لكافة المهنيين، وهذه الدرجة مثلا إلا بغينا نشوفوا القيمة ديالها بالنسبة للممرضين راه تتوصل واحد 3365 درهم، غتجي بها الدرجة الجديدة. ولا خدينا مثلا المتصرفين واحد 3500 درهم، والفئة مثلا السلالم الدنيا مثلا كمساعدين تقنيين والمساعدين الإداريين غتوصل لهم واحد 1400 درهم في الدرجة الجديدة. هذا الاقتراح بالطبع سمعنا ليه، احنا خرجنا وغادي نتداولوا مع الاجهزه ديالنا التقريريه في الموضوع باش نتاخذوا القرار واش غادي نوافقوا عليه ولا لا. ووزاره مستدعينا يوم الثلاثاء من اجل تضمين هاد واش كاينه الموافقه ولا لا. نهار الثلاث ان شاء الله غادي نعاود يكون اجتماع مع ممثل الوزاره. وشكرا. محمد عليوة، الكاتب العام منظمة الديمقراطيه الصحه. بطبيعة الحال هذه الجولة الثانية ديال الحوار اللي تم مع وزارة الصحة، واللي اعطتنا فيه الجوانب اللي تدارسته مع وزارة المالية، وبكل صدق يعني كاين إيجابيات عدة نقط اللي كنا يعني رفضناهم في اللقاء الأول تم تراجع عنهم، وكاين واحد المكتسبات منها اللي كتهم الممرضين واللي تهم الإداريين، وكاين مكتسبات في الدرجات. ولكن رغم ذلك لم ننهي الحوار، هناك بعض النقاط اللي اقترحنا من أجل وأخذ واحد الوقت من أجل تعمق الدراسة ديالها، وموعدنا خلال 48 ساعة لإعادة نقاش هذا الجميع كامل. ولكن نحن متفائلين لأنه عدد الأمور الحمد لله اللي المنظومة الصحية غادي تجي بها، وعدد الأمور اللي غتكون لفائدة العاملين بالقطاع.